كويس. جينا قبل نص ساعه قالوا لنا بعد المغرب، ولكن قبل المغرب اخذنا التذاكر يعني بسهوله، ما في زحمه ما في ولا شيء. الموظفين كانوا ما شاء الله معاكم متاهلين، ما شاء الله طيبين، واشترينا التذكرتين يعني، والثمن جد مناسب ما شاء الله. والله كويسه يعني، ما فيها شيء يعني، يمكن تاخير حاجه بسيطه بس عادي. ما طيب ما اشرتها عن طريق النت ولا؟ لا عن طريق البريد طبعا. رحنا لمركز الهلال، متجر الهلال، ودلونا على المكان هذا. انت تحس الطريقه هذه اسهل ولا طريقه الاول المعتاد من الملعب وقبل المباراه؟ لا احسن من الملعب. ما تحس ان الطريقه افضل وتنظيميا يعني، بعيد عن الزحمه والازعاج؟ لا عادي، بس احسن من الملعب. والله الحمد لله مسهله يعني. سهل الحمد. ايش تفضل اكثر، الطريقه العاديه اللي من ملعب الشريه ولا من هنا؟ من والله هذه الافضل طريقه يعني، يبسط على الجمهور ومن الزحمه وزي كذا، بس لو تكون الكترونيا كان افضل. والله لي الحمد لله متيسره، وما قل احنا يكون في زحمه وفي اشكاليات، بس الحمد لله لي ميسره مره بشكل ممتاز. جينا والشباب ما قصروا، اعطوا لبونا بالواجب واعطونا التذاكر، ما في اشكاليات ما في اي عوائق واجهتنا الحمد لله بشكل. والله احس الطريقه بيدي اميز من الطريقه، بحيث ان هناك كان في تلاعب كثير، في اشكاليات تطلع احيانا بالتذاكر، سوق سوداء وخرابيط، بس لا الحمد لله طريقه منظمه هذه، وان شاء الله يكون اليوم محبكه ومرتبه اكثر ان شاء الله. والله كانت متسهلين معنا وما في زحمه ولا شيء، والامور متيسره وكل شيء تمام الحمد لله.